مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع لقاء جديد هنشوف فيه كل ما هو جديد على أرض مصرنا الحبيبة في مجال الاستثمار في مختلف أشكاله. في البداية زي ما متعودين بنشوف آخر الأخبار اللي حصلت في الأسبوع الحالي. في البداية كان سيادة الرئيس عمل اجتماع موسع بمعالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء، منهم المهندس طارق الملا وزير البترول، ومنهم الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومجموعة أخرى من الوزراء منهم سيادة الوزير محمد معيط وزير المالية، وسيادة اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ومجموعة من الوزراء بخصوص تحويل السيارات في مصر إلى استخدام الغاز الطبيعي. المستهدف في الفترة القادمة تحويل 250 ألف سيارة ودعم السيارات الجديدة المجهزة بالغاز. طبعا الفكر من ده ان احنا طبعا السيارات اللي بتستخدم البنزين بتعمل بعض التلوث للبيئة، بالإضافة ان بعد اكتشافات الغاز اللي حصلت في مصر بقى عندنا كمية من الغاز تسمح لنا ان احنا نستخدم الغاز في السيارات، والغاز طبعا بيبقى شكله اسهل واوفر للناس في الاستخدام. طبعا البداية هتبقى بسيارات النقل، الميكروباصات وسيارات النقل في البداية، وبعد كده مرحلة العربيات الملاكي. طبعا ده كان حاجة مهمة جدا عشان نوفر جزء كبير جدا من الطاقة ومن البترول اللي بتستخدم في السيارات داخل جمهورية مصر العربية. الرئيس طبعا مهتم جدا بالملف ده لأن ده ملف هام جدا، وكمان خطة مستقبلية عشان حتى العربيات اللي بعد كده هتشتغل هتبقى مجهزة ومهيئة ان هي تشتغل اصلا بالغاز، يعني هي اصلا هتبقى مجهزة بالغاز الطبيعي. كمان كان في خبر هام جدا الاسبوع ده، سيادة الرئيس حضر اليوم العالمي لمكافحة الفساد. طبعا زي ما احنا شايفين توجهات سيادة الرئيس ضد الفساد وضد المركزية وضد اي حد بيستخدم سلطته او مركزه قدام المواطنين او قدام جهات الدولة المختلفة، وشفنا ده في اكتر من حالة. شخصيات كانت واضحة جدا انها في مراكز مميزة وكانت بتستغل اماكنها دي بشكل مش مناسب ومش على قدر المسؤولية اللي الدولة حطتها فيهم واللي سيادة الرئيس حطها فيهم، فما كان من الدولة وسيادة الرئيس الا ان هم غيروا اماكنهم وحولوهم لتحقيقات وخدوا معاهم مواقف صارمة جدا زيهم زي اي مواطن عادي. طبعا ده هدف باين لسيادة الرئيس منذ توليه حكم مصر ان هو بيقاوم الفساد بمختلف اشكاله، ان كان في شكل ناس في مراكز في الدولة، ان كان في شكل رجال اعمال بيمارسوا بعض الاحتكارات، بعض الاستغلال للسوق، بعض رجال اعمال بيستغلوا العاملين اللي عندهم، كل دي اوجه للفساد المختلف اللي موجودة جوه مصر. الرئيس طبعا بيضع يده على المقاومات الأساسية للفساد، بيقاومها، بياخد مواقف رادعة جدا مع الفاسدين، وده عشان نوصل لمصر جديدة ما فيهاش أي شكل من أشكال استغلال النفوذ أو استغلال المركز أو المنصب أو ظهور الفساد بشكل متفشي زي ما كنا بنشوف في الفترات السابقة إن الناس في مراكز معينة بتستغل أماكنها، بتمارس شكل من أشكال البلطجة على بعض المواطنين، حتى بعض الموظفين الفاسدين في الدولة اللي بيشتغلوا في أماكن مختلفة كانوا بيضغطوا على المواطن المصري وبيمارسوا عليه ضغوط، إن كان هو عنده خطأ معين بيمارسوا عليه ضغوط عشان يقدروا إن هم يستغلوه أو يستفيدوا من أماكنهم. كل ده ضد توجه سيادة الرئيس وضد التوجه اللي سيادة الرئيس حطه في الدولة المصرية، وهي دي مصر الجديدة اللي احنا بنحلم بيها لينا ولولادنا والأحفادنا من بعدنا عشان نسيب لهم تربة خصبة يقدروا ان هم يعيشوا عليها، يقدروا ان هم يعيشوا في أمان ويبقى كل الناس سواسية أمام القانون. في بداية حلقتنا النهاردة معاكم هنتكلم عن ملف هام جدا وهو ملف الاستثمار العقاري. طبعا
مصر من أقدم الدول اللي فيها البناء والبناؤون وحركة العمارة من قديم الأزل. إحنا بنشوف إن الفترة الأخيرة مع وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم الاهتمام بهذا الملف، إنشاء 14 مدينة جديدة على أرض مصر، بداية من العاصمة الإدارية، المنطقة الاقتصادية في قناة السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، كلها أماكن جديدة، وكمان الاهتمام بالملفات القديمة وأجهزة المدن القديمة اللي كانت محتاجة إنها تتوسع وتتكبر وعندها بعض الملفات محتاجة تطوير، الدولة أولتها الكثير والكثير من الاهتمام. هيكون معانا في البداية مداخلة من المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق. مساء الخير يا باشمهندس عبد الرؤوف. باشمهندس عبد الرؤوف، مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ حضرتك عامل ايه؟ باشمهندس عبد الرؤوف، طيب هنكمل تقريبا الاتصال، في مشكلة ما. احنا زي ما كنا بنتكلم عن التطور العمراني على أرض مصر في الأماكن المختلفة، 14 مدينة جديدة على رأسها العاصمة الإدارية زي ما قلنا ومجموعة أخرى من المدن، الاهتمام كمان بملف أجهزة المدن العمرانية القديمة زي الشروق والعبور وبدر والتجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد، كل دي ملفات كان جواها مشاكل للقاطنين في هذه المناطق أو الشركات اللي اشتغلت في المناطق دي، كان أغلب مشاكلهم بخصوص مخالفات البناء، والدولة قامت بدورها وفتحت ملف للمصالحات في مخالفات البناء وكمان ملف لتقنين أراضي الدولة. مساء الخير يا باشمهندس عبد الرؤوف. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. والله الحمد لله. طبعا احنا في بدايه حديثنا كنا بنتكلم عن المدن الجديده وطبعا منها مدينه الشروق. طبعا احنا في البدايه بنتقدم لك بالشكر على اهتمامك بملف المصالحات والجديه في التعامل مع الشركات ومع المواطنين اللي عندهم ملفات خاصه بالمصالحات في مخالفات المباني في المدينه عند حضرتك. ده فن واجبنا، ده المفروض نعمله تجاه المواطنين الموجودين في مدينه شروق. احنا دلوقتي وصلنا لحوالي 5150 طلب تصالح. 5150 تقريبا دول بيتقدموا للمجلس حتى اليوم يعني. تمام. في تعليمات مسدده لاداره خدمه المواطنين اللي هي تستقبل لحد اخر مواطن موجود بصرف النظر عن مواعيد العمل الرسمية. تمام. تقديم الخدمة المميزة للمواطنين. تمام، عشان الناس تاخد الخدمة وممكن تعاد الموظفين أكتر من مواعيدهم. مفيش مشكلة خالص، وهم معاهم تعليمات كتير أوي. تمام، طيب عايز أسألك على حاجتين. إحنا كنا عرفنا إن حضرتك كان في بعض العملاء وبعض أصحاب الوحدات وبعض المستثمرين كانوا بيقولوا ان هم لما يتم المصالحه هيدخل لهم عدادات الكهرباء. تمام يا فندم. فكان الموضوع ده كنا عايزين نعرف، حضرتك عرفنا ان حضرتك خدت فيه موقف ايجابي مع الهيئه واتفقتوا ان هم المفترض ان هم يكتبوا بقيه الشيكات اللي عليهم اللي هي بقيه الاقساط بتاعه المصالحه وحضرتك تدخل لهم المرافق. هو طبقا للقانون المفروض كمبيوتر التصالح يكون بعد سداد كامل الثمن. تمام. وهي الشيكات هي معيار في اساس التسديد وعده عادل في السداد النقدي. تمام. وبالتالي في حاله قيام العميل بتقديم طلب للتقسيط بيسدد ال 25% وبيجيب بيت الاقساط شيكات اجلى وبنوفر له العدادات والمكاتب اللازمه للواحد بعد تقديم الشيكات. المياه والكهرباء. بس في حالة إن في شيك أو بدون رصيد بنتجه بيرد الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الاعتداء تاني ومنع. هي الشيكات دي بتتكتب باسم الجهاز ولا باسم الهيئة؟
باسم الجهاز الفني بقى، باسم التفصيل الجهاز. الفني يعني تحصلها عن طريق حضرتك. عن طريق الجهاز. تمام، بس برضو خطوة كويسة، لان هم طبعا عشان يحسوا ان هم اتصالحوا يبقى اوضاعهم اتوفقت، يعني برضو حاجة كويسة منك ان انت تكمل معاهم يكتبوا الشيكات. طبعا طبعا التعليمات المحيطه دي بالتنسيق مع الاداره، والحمد لله ده يعني فاهم كتير جدا عن ان الناس والمواطنين الموجودين في الدروب والمدن الجديده عموما يعني. تمام. ده على مستوى كل الاجهزه، انا عارف، لان هو الجواب طالع من الاستاذه نفيسه. معمم في كل حاجه. واحنا جالنا صوره منه، وعارف ان هو معمم على الاجهزه، بس انا كنت بسالك عشان عندك انت كان الموضوع ده كتير، فعشان كده انا عارف ان طبعا انت يعني الحمد كنت لله، عايزهم طبعا الحمد لله يتفاعلوا. احنا بنستنى مع الخطه المخلصه، والحمد لله تم التطبيق المؤقت. طب الحمد لله، الحمد لله. طيب، عايز اسالك على حاجه تانية برضو بتشغل كتير من اهالينا ومن الشركات اللي بتشتغل عندك في الشروق. اخبار ملف التقنين ايه اللي هو في حدود مدينه الشروق في المنطقه الخارجيه؟ احنا شغالين وشغالين بقوه، تمام. تمام، ووصلنا دلوقتي بلغت قبل كده ان احنا تقريبا كنا اعتمدنا حوالي 350 عقد. تمام. دلوقتي احنا وصلنا 300 تقريبا يعني ان شاء الله، وهنقلل التداول اللي تم الموافقه عليها قريب ان شاء الله. دول جوه الرابية، جوه الرابيه. جوه منطقة الرابية 300، هم 1000 تقريبا اللي في الرابية دول، مش كده؟ نعم. بقول لك عدد الملفات دي تقريبا 1000 ملف، صح؟ لا اكتر من أكتر. تقريبا من اجمالي السنه الجايه في حدود 6000 طلب تقريبا. ده كمية يعني. ما هو في كميه كبيره، واحنا حاليا بنسعى مع الهيئه علشان نكلم مكاتب التجاريه باجراء عمل رفع المساحه للتوزيع على المواطنين يعني. طيب، سؤال تاني كان برضو يعني كتير من السادة المشاهدين بعتوه لنا، اللي ليهم حاجات في المنطقة دي. هو المفروض ان هو بيقدم على تقليل الأرض. طب بالنسبة للمباني اللي هو بنيها مخالفة، بيقدم لها على مصالحة؟ ايوه يا فندم، طبقا للقانون ده منتهى بدون تفصيل. المصالحة الأول. هو بيقدم على المصالحه بس بيتم البث فيها بعد تقرير وضع الارض. بعد تقنين وضع الأرض. ايوه تمام. تمام. هي الـ الأراضي دي أنتم المفروض عاملين لها تسعيرة، صح؟ حاليا تم تسعير مقابل المشروع على حسب المساحه، تمام وجاري اعتماد تسعير مقابل تحسين المراكز. تمام تمام طيب، عايز أسألك سؤالين أخيرا، معلش بطول عليك. لا تحت أمرك. الله يخليك. أخبار الـ 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 الأراضي اللي ممكن بتبقى بالتخصيص المباشر للكومباوند أو كده، او المولات التجاريه او كده، بيبقى التعامل فيها ازاي في الشروق؟ ده تتكرر مجلس الإدارة بين السداد 5 ل 10%. تمام الأول الجهاز بيعلن على موقع الهيئة تمام بمستثمر يتقدم على القطعة وبيقدم 10%. تمام بعد التخصيص في مجلس الإدارة بيسدد 25% والبيع 3 سنين. والبيع على 3 سنين. نعم. طب وهل بعد التمدد اللي حصل لمدينة الشروق، التوسع العمراني اللي فيها، بقى فيه مساحات أراضي متوفرة أكتر من الأول؟ موجود اراضي اصل المدينه الاصليه موجود. احنا حاليا في مدينه سدان جداد بنفرعهم دلوقتي من قريبا تمام. ان شاء الله هنطرحهم للاستثمار باذن الله. ده غير ان احنا تقريبا تم بيع وتخصيص حوالي 105 فدان خلال الفتره اللي فاتت يعني. تمام، 105 فدان جداد. ده بقى انشطه مختلفه يعني. دول انشطه ايه، تجاريه بقى وطبيه؟ في طبي وفي تجاري وفي اداري وفي مدارس تعليمي وحضانه. كله في النطاق الخدمي. ايوه كله خدمي. تمام، لكن السكني بقى في المرحله القادمه اخباره ايه؟ لا السكن ده بيتم طرحه عن موقع البنك. بيتم ايه؟ طرحه عن طريق موقع البنك. عن طريق البنك. بعدها تمام، لكن في مازال مساحات هتبقى متوفرة في الفترة القادمة؟ ان شاء الله قريب ان شاء الله هيتم المساحات الاراضي موجودة ان شاء الله. تمام. طيب، عايزينك بقى تقول لنا اخيرا، عشان احنا طولنا عليك، اخر تطورات بقى مدينة الشروق ايه؟ هو ان شاء الله ده اخر الاخبار عندنا. استعداد مدينة الشروق طبعا لمواجهة الانتشار الشهور القادمة. تمام. احنا الحمد لله انتهينا من تنفيذ خط الطرد 6000 لمحطة رفع 3 تمام بغرفة التكييف،
وإن شاء الله الاختبارات هتنتهي غدا، تمام والرافع ثلاثة نفسه إن شاء الله هنشغله تدريبي على أواخر الأسبوع القادم، تمام وده هيحل مشكلة كبيرة جدا كان متعارض لها من ضرب الشروق بالكامل. تمام بالإضافة طبعا إن كان فيه مع شركة توزيع القناة، إحنا تقريبا احتاجينا من رافع منفيذ حوالي 70% من الإقبالات والمحولات، لأن السنة اللي فاتت كان حصل في نوع من الاضطرابات في شبكة الكهرباء نتيجة تعريضها للسيول والأمطار. تمام يعني الحمد لله احنا استعدينا مبكرا ورفعنا المحولات بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وبالتالي إعادة تشغيل العطل بعد رفع المحولات ديت وإعادة المناطق اللي فاتت بقى مكانك عليها. تمام يا باشمهندس، طبعا بالإضافة بنتمنى لك. طبعا معاك معاك فندم، معاك يا فندم، معاك. طبعا من اهم برضه الحاجات الجديده اللي هنعملها ان شاء الله ان المدينه فيها محور واحد عرض بس اللي هو طريق الشباب. تمام دلوقتي انتهينا الحمد لله قريبا من محور العرض الاولاني الثاني على طريق السويس طريق احمد الرابي، تمام وحاليا احنا بدانا في طريق العرض الثالث اتجاه اسماعيليه طول تقريبا 4 كيلو، وده هيسهل على المواطنين الساكنين في شرق المدينه الانتقال الى غربها المنطقه التجاريه اللي فيها، ويقدروا يركبوا محطه المترو في مدينه الشروق. تمام طبعا بنتقدم لك بخلص الشكر، وان شاء الله نرتب معاك مره كده نيجي نصور بقى اخر حاجات حصلت في الشروق، ونستمتع بلقائك ان شاء الله. شكرا، ميرسي يا باشمهندس، شكرا شكرا. ده كان مداخلتنا مع مهندس عبد الرؤوف الغيتي رئيس جهاز مدينه الشروق، مدينه مميزه جدا بتقع في مكان مميز جدا، ورئيس الجهاز بيشتغل كويس مع الناس وبيحللهم مشاكلهم وعامل شغل كويس جدا في المدينة، فمن دورنا ان احنا نوضح الحاجات اللي هو عاملها ونوصل له أسئلة الناس اللي عندها بعض التحير او بعض التخبط في بعض المعلومات عايزين يعرفوها على حياتها. هيكون معانا كمان مداخلة هامة جدا من المهندس فتح الله فوزي، طبعا مهندس فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية وعضو مجلس إدارة في جمعية رجال الأعمال المصريين، وله العديد والعديد من المناصب، وهو يعني يعمل في مجال العقارات منذ الكثير من السنوات. هنسأله نشوف أخبار العقارات رايحة فين الفترة الجاية، وهو رؤيته إيه ل 2021. مساء الخير يا باشمهندس فتح الله. اهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله بخير وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بألف صحة وسلامة، ويا رب 21 كده تبقى سنة سعيدة علينا كلنا وعلى مصر الحبيبة. إن شاء الله في علينا جميعا. إن شاء الله. طيب عايز أعرف منك كده توقعاتك بقى، يعني حضرتك من كبار الناس اللي بتشتغل في مجال الاستثمار العقاري وليك أكتر من منصب محتك بالموضوع، عايز أعرف منك رؤيتك ل 2021 الدنيا هتبقى رايحة فين؟ بص 2021 لو ان شاء الله ما حصلش اغلاق و كورونا ما عملتش فينا حاجه زي السنه اللي فاتت، تمام انا شايف ان هتعوض ما تم الاعمال التي لم تحقق 20 بالنسبه للمطورين، تمام لان في عجز متراكم كل سنه عن السنه اللي فاتت، تمام فانا اعتقد ان الطلب اللي بيتراكم والعجز المتراكم في السنوات السابقه بيخلي الناس تقبل على العقارات عشان تتكون الاسر الجديده. فانا متفائل خير في 21 وان شاء الله تكون افضل من 20 اللي هي اصابنا فيها في فيروس كورونا. طيب وتوقعاتك للاسعار ايه في 21؟ يعني هل الاسعار هتفضل زي ما هي ولا هيحصل فيها شكل مشكلة الزياده؟ لو النهارده التضخم في مصر السنه اللي فاتت كان قليل جدا، تمام وبالتالي الاسعار هتفضل زي 20 الا في حاله واحده بس، ان مواد البناء لم يتحرك اسعارها، لان الحديد لو اتحرك اسعاره هو زاد 1000 جنيه من اسبوعين، تمام ده ممكن التكلفه تستوعبها، ولكن لو زادت مواد البناء اكثر اكيد لازم المطورين هيزودوا اسعارهم بزياده التكلفه. تمام طبعا احنا بنتقدم لك بخالص الشكر يا باشمهندس،
دايما بنسعد بمداخلاتك وبنسعد بيك معانا في الاستوديو البرنامج، وبنستفيد منك احنا والساده المشاهدين. ميرسي، شكرا فتح الله بيه. ميرسي لحضرتك، شكرا. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل بسيط ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. هيكون معانا لقاء مع المهندس عادل زيدان. طبعا مهندس عادل زيدان خبير في التطوير العقاري، خبير في التطوير الزراعي، من اوائل الناس اللي اشتغلت في هذا المجال، لدي الكثير والكثير من المشروعات في اماكن مختلفه في مصر. هو كمان عنده رؤيه لمميزات الاستثمار في مجال الزراعه والتطوير الزراعي والمردود الجيد اللي بيعود على المستثمرين في هذا المجال. وطبعا هو عنده مجموعه من الافكار لمشروعات زراعيه مختلفه للاستثمار في هذا المجال، منها فكره اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت، وهي مشروع فدان العيله. هي الفكره باختصار ان احنا نعمل مكان للعيله. كان زمان الناس بتبقى عندها بيت بتبني عليه عشان تبني لاولادها وتجوزهم معاها ويعيشوا مع بعض في شكل كان بيتقال عليه بيت العيله. استاذ عادل عنده رؤيه شبيهه لده مع تغير العصر ومع الزمن اختلافه، وهي فدان العيله، ان يبقى في فدان بيجمع الاسره المصريه، يجمعهم من ناحيه ان هم ممكن يستثمروا فيه، يزرعوه، يستفيدوا من الانتاج بتاعه، يلمهم زي ما بنقول، يعني يكون مكان دافئ تتجمع فيه الأسرة المصرية، والأسرة المصرية بتحب دايما انها تتلم مع بعضها. خليكم معانا، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم بكل تفاصيل فدان العيلة مع المهندس عادل زيدان. عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. على كتافي
عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني ومعانا المهندس عادل زيدان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إفرولاند وخبير التطوير الزراعي. مساء الخير عادل بيه. مساء الخير على سعادتك والسادة المشاهدين. إبراهيم بيه، ازي سعادتك؟ الحمد لله. المرة اللي فاتت طبعا ما لحقناش نعرف تفاصيل أكتر عن مشروع فدان العيلة، فقلنا نتقل عليك وتيجي تحكي لنا الحكايه بتفاصيل اكتر، عشان جالنا كتير من الاستفسارات على صفحه البرنامج، ناس عايزه تعرف تفاصيل اكتر وعايزه تعرف اكتر عن الموضوع. نبتدي الموضوع كده مع بعض خطوه خطوه كده، اسالك وحضرتك تقول لنا كده عشان ايه يبقى الموضوع ايه سهل يعني. اماكن المشروع ده فين؟ هو احنا الحقيقه المشروع في كذا مكان، بس احنا هو اول مكان المرحله الاولى هو وادي النطرون. تمام. بعد كده ان شاء الله باذن الله في الاقصر. تمام. لكن الاهم دلوقتي عندنا هو المكان وادي النطرون. لان وادي النطرون. وادي النطرون ما بقتش صحراء زي الناس ما متخيله زمان. تمام. وادي النطرون كانت الاول الناس تقول لك دي صحراء والارض مالحه والارض ما بتزرعش الا زيتون والعرب والكلام ده كله ما بقاش ليه وجود. ليه ما بقاش ليه وجود؟ تمام. الدوله المصريه الاول رجعت الامن والامان والاستقرار لمصر. تمام. فده كان احد اهم دعائم وحوافز للاستثمار بشكل عام، وخصوصا الاستثمار الزراعي. الزراعي. ده رقم واحد. اتنين، وده مهم، الدوله وفرت شبكه طرق مهمه جدا وقويه جدا خلتنا نروح وادي النطرون من الجيزه بالظبط في ساعه الا ربع. تمام. معايا حضرتك؟ ثلاثة، المجتمعات العمرانية الجديدة اللي أنشأتها الدولة المصرية زي مدينة سفنكس الجديدة وزي الشيخ زايد الجديدة وزي مدينة السادات وزي مدينة النوبلية الجديدة خلت إن الزراعي الصحراوي بقى فيه عمار، بقتش الصحراوي ده طريق مصر كندرية الصحراوي، بقى الصحراوي بقى سكني عمراني، بقت الناس عايشة فيه، ما بقاش صح خلاص. فالأراضي دي تحولت لي من زراعي إلى سكني. تمام. اصبح النهارده مدينه وادي النطرون، تمام، مدينه بقت تعتبر هي الظهير الصحراوي الوحيد او الافضل، وبقت هي الحزام الاخضر الافضل لخمس محافظات. خمس محافظات. تمام. بقت هي الظهير الصحراوي هي طبعا هي لمحافظه البحيره، لان مدينه وادي النطرون قريبه من البحيره، احدى مدن محافظه البحيره. تمام. اثنين، لمحافظة الجيزة بعد ما ميتشفينكس بعد بقت الطرق الجديدة كيلو 68. تمام. تبعد عن الجيزة 80 كيلو. تمام. حضرتك بعد بالنسبة للمنوفية، محافظة المنوفية تبعد طبعا من السادات تبع المنوفية، تبعد عن محافظة المنوفية متمثلة في مدينة السادات 30 كيلو. تمام. تبعد عن محافظة الإسكندرية، دي المحافظة الرابعة، خد بال حضرتك، 80 كيلو. يعني هي كأن هي في النص بين الخمس محافظات. تمام. تبعد عن محافظة الغربية اللي ملهاش ظهير صحراوي 120 كيلو. تمام. بالإضافة لأنها كمان تبعد عن محافظة مطروح ما يقرب من 120 كيلو. المدن تبعد عن مدينة السادات 30 كيلو. المكان بتاع فدان العيلة ده يبعد عن مدينة وادي النطرون 20 كيلو. يبعد عن مدينة العالمين الجديدة 80 كيلو. يبعد عن اسكندريه 80 كيلو، يبعد عن مدينه النوبريه الجديده 15 كيلو. تمام. معايا حضرتك؟ تمام. اذا مدينه وادي النطرون، خد بال حضرتك، ما بقتش صحراء، بقت قريبه من مجتمع عمراني كبير. تمام. وتعتبر هي اول مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد. تمام. في ظل او في ظل ما تستهدفه الدولة ورؤية الدولة 2030 في التنمية المستدامة بخلق مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة. الزراعي انها على ضيق فيها مساحة كبيرة جدا جدا جدا، ملكياتها ثابتة.
تقريبا حوالي 500 ألف فدان، منهم 165 ألف فدان تم إعادة تخصيصهم طبقا للقرار 144 لسنة 2017 لمحافظة البحيرة، بالإضافة اتنقلت تبعيتهم وولايتهم لمحافظة البحيرة بدل ما كانت تبع هيئة التعمير الصحاري ووزارة الصحة. وطبعا ده قضى على البيروقراطية الحكومية في إصدار العقود لأنه هم أقرب، ودي تحسب للدولة المصرية. تمام. بالإضافة للملكيات السابقة للمحافظة، تمام، والملكيات السابقة لشركات الاستصلاح القديمة زي نوباسيد والنوبارية للهندسة والميكانة الزراعية ومساهمة البحيرة والشركة العامة. تمام. مع حضرتك استصلاح الأراضي، بالإضافة للملكيات الثابتة اللي موجودة لهيئة التنمية الزراعية اللي موجودة. تمام. طيب اتفضل. خلينا نقول إيه اللي اللي شركة إيفرولاند واللي المهندس عادل زيدان بخبرته في مجال التطوير الزراعي أكتر من 15 سنة تقريبا، إيه اللي أنت بتقدمه في فكرة فدان العيلة؟ بص حضرتك، هو فدان العيلة فكرته جات لنا من أنا راجل ريفي. تمام. من محافظة البحيرة، فتربيت في الريف، فطلعنا كلنا في الريف لقينا عندنا فدان العيلة ده سند العيلة كلها. تمام. الفدان ده بقى عند الناس ممكن يبقى فدان، ممكن يبقى اتنين، ممكن يبقى ثلاثة، ممكن يبقى أربعة، ممكن يبقى خمسة، ممكن يبقى عشرة، بس فكرة وجود قطعة أرض دي أمان لحياتهم. حتة أرض. تمام. معايا حضرتك؟ تمام. طلعنا لقينا أهلنا مصاريف المدارس يقول لك مع الزرعة من القطن، مع معاد الإنتاج، مع الإنتاج من القطن بقى، من الرز، من القمح، من الذرة. عايز نجوز بنت يقول لك لما نبيع المحصول. تمام. هنجوز عيل يقول لك لما نبيع المحصول. هنبني بيت وشقة للولد عشان نجوزه فيها فوق البيت بتاعنا بتاع العيلة لما نبيع المحصول. معايا حضرتك؟ ففدان العيلة ده هو بالنسبة لنا في الريف سند العيلة، حتى اللي بيسافر مننا من الريف وبيجي الحضر بعد سنين طويلة بيروح عشان يقعد في الارض، يشم النسيم في ارضهم، يقضي العيد الكبير العيد الصغير في الارض بتاعت العيله وفدان العيله، وممكن يبقى نسي الارض وهو هنا شغال في القاهره ولا بتاع، يجي بعد سنين طويله يكتشف ان ليه ورث في البلد فيبقى عايز يرجع تاني لنفس الجو، يبيعه لحد من اخواته ولا من قرايبه او كده علشان خاطر يجوز ابنه هنا في القاهره يشتري له شقه. وكلنا عارفين ان فدان في الريف النهارده تعدى المليون جنيه. تمام. معايا حضرتك؟ فالفدان، فدان العيله هي فكره فدان العيله بتاع العيله في الريف المصري القديم، بننقلها بشكل متطور للريف المصري الجديد. تمام. معايا حضرتك؟ فبالتالي كل الناس اللي في الدلتا، في محافظه الغربيه، في محافظه البحيره، في محافظه الاسكندريه، في الجيزه، في المنوفيه، زي ما قلت لحضرتك، تمام، الخمس محافظات دول تحديدا اللي هم لانهم اقرب المحافظات لمدينه وادي النطرون او اللي فيها فدان العيله، فدي اقرب مكان نقدر نعوض به التعدي على الاراضي الزراعيه اللي تمت في الريف القديم بريف مصري جديد. وده الحقيقه الفكره دي احنا خدناها من شركه الريف المصري الجديد دي اللي هي القائمه على مشروع المليون ونصف المليون فدان، بانه الرئيس بينشا مع شركه الريف المصري بينشئ مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد في صحراء مصر الغربيه. تمام. طبعا المكان عندنا هناك احنا بفضل الله سبحانه وتعالى الدوله وفرت فيه كتير، اولا زي ما قلت لحضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المشروعات القوميه زي الطرق، زي المشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، زي المدن الجديدة اللي احنا قلنا عليها، وتكملة الخدمات كمان يعني كهرباء، وده بقى بالإضافة بقى للكهرباء اللي دخلت في المكان. بالظبط. يعني الحمد لله دخلنا الكهرباء، ودي أكتر حاجة بتهم الناس. طب. بالإضافة لشبكة الطرق اللي عملتها الدولة، فخلت الناس زحفت على المنطقة دي. ينفع بقى كده، ينفع يتعمل فيها مشاريع ويفتح عاش فيها. ففكرة فدان العيلة جبناها من زي ما قلت لحضرتك إنها هي سند العيلة، ولكن نقلنا الريف عندنا القديم بشكل جديد. طيب قول لنا بقى الـ 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 الفكره الاستثماريه. يعني خلينا نقسم الموضوع فكرتين، فكره ان انا عايز فدان
عشان اعمل عليه مزرعه او اعمل عليه انتاج حيواني او اعمل عليه اي مشروع يتناسب مع الاستثمار. دي فكره بعيده الاجل وده استثمار بعيد الاجل وتفضل عنده او يعني فيها زراعات معينه. طيب الفكره الثانيه وهي الرؤيه الاستثماريه من الفدان ده، يعني ازاي انا اكسب من ان انا يبقى عندي فدان زي ده. بص حضرتك مبدئيا هو فكره الفدان هنا هي اقل وحده ممكن نطرحها يعني. تمام. لكن في الاخر هو الفدان ده ضمن اتحاد ملاك موجود على الارض لزراعه منتج واحد. تمام. ماشي. منتج الاول اللي احنا بنزرعه الاول عشان نحاول نخلي الناس تفهم. تمام. او تاخد بالها بنعلمها يعني ايه زراعه. طبعا احنا في فدان العيله يعني اول حاجه بنقولها لك ان احنا بنوفر عليك مال قارون، اللي كانوا بيقولوا لك الاراضي الصحراويه محتاجه مال قارون، وفرنا عليك عمر نوح انك تنتظر اراضي الارض، وصبر ايوب اللي هو انك تصبر لحد الارض بتجيب. بالظبط. فبنعمل ايه حضرتك؟ فدان طبعا الارض جنب مدينه النوبريه الجديده زي ما قلت لحضرتك على بعد 15 كيلو منها. تمام. وده مجتمع عمراني، الناس عايشه، احنا بنعمل جنب منه المجتمع الايه الزراعي ده. الزراعي يعني انت حضرتك المدينه الجديده دي ارضك هتبقى في وشها ياك عن المدينه طريق وادي النطرون العالمي. تمام معايا حضرتك؟ تمام. والارض قدام منها على طول الناحيه الثانيه. الارض فيها الكهرباء، داخلها كهرباء، كهرباء الحمد لله، فيها الكهرباء، فيها البير المنتج اللي بيروي الارض. تمام. فيها الشبكات الرئيسيه اللي موجوده في الارض. معايا حضرتك؟ تمام. المجموعه دي احنا بنقول لحضرتك انك بتاخد فدان العيله مننا، بيبدا سعر الفدان من 100,000، بتدفع 35,000 جنيه مقدم. تمام. و 15,000 جنيه استلام. تمام. وبتاخد ده خلال 6 شهور، كده 50,000. تمام. الارض جاهزه للاستلام، استلامها فوري، ولكن بنديك مهله 6 شهور تدفع ال 15,000 جنيه. يعني لو دفع ال 50 يستلم. يستلم على طول. تمام. ومجرد ما بيستلم بنديله سنه سماح. تمام. و 1000 اقساط. ما يدفعش في اقساط. تمام. و 1000 جنيه على 50 شهر. ادي ال 50,000 اللي باقيين. تمام. معايا حضرتك كده؟ تمام. يبقى دي التسهيلات. طيب الحوافز بقى. حضرتك النهارده خدت الارض وعايز تجرب مع الشركه، تشيل عنك عناء الاستصلاح والزراعه بتوع الثلاث سنين الاولانيين المخيفين دول. بالظبط. احنا بنقول لحضرتك لو انت عايز تأجر لنا الارض بنأجر من حضرتك الارض دي 3 سنوات. انتوا كشركه تأجروا؟ كشركه. السنه ب 8,000 جنيه. تمام. في الثلاث سنين ب 24,000. 24,000. خد بال حضرتك بقى، انت دافع قول 50,000 جنيه، ده 8 ايراد في الريف. ايجار الفدان في الريف النهارده 8 و10,000 جنيه. ايجار الفدان في الريف اللي هو 8 مليون جنيه، اللي هو هناك الايراد فيه بس ب 50,000. يبقى الايراد، طب و 50,000 ده اللي هو بثمن ايراد في الريف بيجيب لك فدان، بيجيب لك ايجار فدان في الريف المصري القديم. تمام. معايا حضرتك؟ طيب انا عايز اخد الايراد ده بتاعي على، مش هستنى كل سنه يعني، كل سنه اخد ال 8,000. بنقسم ال 8,000 على 12 شهر، الشهر ب 650 جنيه. واخد منك الارض ازرعها لكل اللي موجودين بنجر سكر بالتعاقد مع كل مصنع السكر. تمام. ليه بنجر سكر؟ لان بنجر السكر رقم واحد بيمتص ملوحه الارض، ومعروف ان منطقه وادي النطرون الارض فيها شويه مالحه والميه 1200 جزء في المليون، فانا عايز اعدل مواصفات التربه. بالظبط. معايا حضرتك؟ تفلتر. فبزرعها بنجر لصالح الشركه، بعمل انا الشبكه وانا اللي بجهز الارض، بحط لها المطهرات بتاعتها وبحط لها الاسمده والكومبوست والمغذيات بتاعت التربه، واعالج التربه عشان تبقى جاهزه للانتاج. تمام. في خلال مده الايجار، وبزرعها البنجر لمده 3 سنين بالتعاقد مع مصنع السكر. تمام. بيديني مستلزمات الانتاج وانا بسلمه انتاج الارض. البنجر تحديدا بيمتص الملوحه اللي في التربه ويضيف لها، وبيضيف لها بالبكتيريا العقديه اللي موجوده فيه ويضيف للتربه. بسلمك، ما انت خدت عائد في الثلاث سنين
كل سنه 8000 جنيه تمام. او 650 جنيه شهري معايا حضرتك، بيبدا من اول من بعد التعاقد. تمام تمام. طيب يبقى انت السنه الاولى اخذت مني 650 وانا اخذت بدات اخد باول قسط منك بعد قد ايه؟ بعد سنه. بعد سنه تمام. وانا خلال السنه بتاخد الايجار مقسم على الاشهر. طيب سؤال، بزرع بقى الارض التجهيزات اللي انا عملتها في الارض دي بعد الثلاث سنين. طيب خلينا بقى نقف هنا بعد الثلاث سنين. اتفضل. احنا خلاص اشتغلنا مع بعض وانت اجرت الارض قعد الثلاث سنين. خلينا نقف هنا ونقول رؤيتين، انا مش عايز اكمل، عايز امشي، هاخد ايه في المشروع؟ لا خليني اقول لحضرتك الاول، لو انا مش عايز اجر، ما انت ممكن تقول لي انت عايز تاجر مني الارض، ان انا اشتريت الارض وسبتها لك. تمام. لا خليك لو عايز تزرع ازرع انت، احنا نزرع لك. تمام. زينا زي ما احنا هنزرع بنجر، فدانك هيتزرع معانا، تشوف تكلفتك ومع نفس التعاقد اللي احنا ماشيين فيه. لا خلينا 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 في الاتجاهين دول. انا بعد الثلاث سنين مش عايز اكمل، انت كشركه تعمل معايا ايه؟ انت هتعتبر ده مشروع يعني؟ هبقى خدت ال 24000، هتبقى دفعت حضرتك 50000. تمام. وخدت 24000 خلال ثلاث سنين، ودفعت 24000 جنيه خلال ثلاث سنين، خدته. تمام. يبقى دي كده 74000. تمام معايا حضرتك. انت خدت 24000 جنيه اللي هم العائد الشهري. تمام معايا حضرتك. تمام تمام كده خدت 24000 عائد. تمام معايا. وتعتبر مدين 24 74، بالظبط، اللي هم 50 زائد 24، بالظبط، اللي هم ال 1000 في 12 في أيوه. كل شهر بعد سنه. تمام تمام. يبقى انت دفعت 74000 جنيه وخدت 24، دول انت خدتهم في اخر الثلاث سنين، مش عايز تكمل، بكتب التزام عليا في العقد ان انا اشتري منك الارض بال 74 بالاضافه لحافز 1000 جنيه سنوي على السنه، يعني ال 74 بتاخدهم 77 بالاضافه للي انت خدته كانه مشروع، كانك اديتنا 74 في ثلاث سنين، خدت مننا 27000. تمام. وخدت فلوس. خدت فلوس. وده شرط ملزم انت كاتبه في العقد لو العميل عايز كده. لو العميل عايز كده، عايز يمتلك الارض. لو مش عايز كده بقى، وده اكسب لي بقى ليه؟ اكسب لينا ليه؟ طبعا اكسب. ليه؟ لان هو لو ساب الارض، لو هو استنى متملك الارض، انا بسلمه بعد ثلاث سنين شبكه جيده انا موجود عندنا في الارض، انا اللي عملها له، هو ما عملهاش، الشبكه الداخليه. تمام. انا اللي عاملينها، دي ثمنها 10000 جنيه. تمام. دي قيمه مضافه عنده في ارض. بالاضافه ان الخدمه السنويه اللي هم الثلاث سنين دول بتوعه، انا خدمت الارض، اي محصول ما بياخدش اكتر من تلتين الخدمه اللي موجوده في الارض، فانا بسيب له التلت في كل سنه، يعني تقريبا عنده خدمه سنه كامله اللي هي حوالي 15000 جنيه، هنقول 11000. تمام. يبقى انا سبت له خدمه زراعيه في الارض وارض جاهزه على الانتاج 11000 جنيه. تمام. معايا حضرتك؟ يبقى خد 10 و11 بالاضافه ل 22 وخد 24 وخد 24، ده 24 دول خدهم عائد مادي في ايه؟ ايوه انا فاهم، انا قصدي ده، ما هو ده برضه يعتبر مادي، يعني ال 10 وال 10 دول مادي، بس هو يعتبروا عيني في الارض يحول لمادي طول ما الارض ملكه هو. تمام. ما هو حاسس بيه، توفرتوا عليه؟ لو هو خد من المشروع هو سابه لنا بالظبط الارض بتاعتنا. تمام. بالاضافه لان هو الارض في خلال الثلاث سنين اتعمل لها قيمه مضافه فيها ايه؟ زرعت. بالاضافه لان المنطقه كمان بيبقى فيها قيم مضافه اخرى من طرق ومدن بتتبني، مدينه جديده بتتبني، واللي هي مدينه النوبريه الجديده، واخد بال حضرتك، والدنيا في المنطقه بتعلى، واخد بال حضرتك. النهارده اقل قيمه الفدان لو زاد اقل حاجه يزيد له 10% 10% في السنه. لو قلنا على المدفوع اللي هم ال 5000 جنيه، اللي هو ال 50000 جنيه دفعهم، يبقى 5000 جنيه في السنه. لو كده هيزيد على 100، يبقى حوالي 15000 جنيه بالظبط معايا حضرتك زياده. لو هو ساب، احنا البنفيتس اللي احنا خدناها، لو هو كمل في الارض دي ارض ملكه معايا حضرتك، فالكل دي مكاسب بالنسبه له، مكاسب. تمام. بالنسبه له فين؟ في الارض. ده باختصار موضوع فدان العيله. طب احنا بنأجر عشان نزرع محصول واحد كلنا، اللي ليه فدان زي اللي ليه 5 زي اللي ليه 10، بنزرع الارض كلها بنجر، فبنضمن. تمام. ان احنا نزرعها كلها محصول واحد. طيب مش بنأجرها لحد تاني. تمام. بنأجرها احنا عشان نزرعها كلها بنجر، منتج سكر. واحد منتج واحد. تمام. في حاجه تانية، ممكن واحد يجي يقول لي ايه؟ طب انا دلوقتي انت الارض خلال الثلاث سنين انت زرعتها، وانا بعد الثلاث سنين لو خدتها منك بعد مده الايجار، انت هتسلمني ارض صحيح فيها شبكه وفيها خدمه زراعيه، لكن الارض فاضيه. انا لسه هزرع بقى من اول وجديد. طب انت هتزرع معايا ولا ممكن ناجر تاني؟ تمام. أو تزرع، او نزرع له على حسابه. تمام. الشركه اللي تزرع وتراعي وتسوق المنتج. تمام. او في حاجه ثالثه، ان من دلوقتي يزود على سعر الارض 10000 جنيه ونزرع الارض شجر من الاول زيتون.
تمام. ونحمل على الزيتون، ما الزيتون ده هيستناه له هو. اه بالظبط. ونحمل على الزيتون ده ايه؟ بنجر السكر. طيب تمام. يبقى هو بعد ثلاث سنين انا خلاص خدت الثلاث زرعت الارض ثلاث سنين بنجر، وهو خد زيتون بعد ثلاث سنين عمره قد ايه؟ عمره ثلاث سنين بدا ايه؟ يبشر. يبقى انا كده اديته ايه؟ يبقى هو بدا استلم الارض بعد ثلاث سنين منتجه. تمام. طيب احنا عايزين ناخد منك كلمه اخيره عشان الشباب بيقولوا لي وقتنا خلص بقى لهم شويه، فقول لنا نصيحه اخيره كده سريعا للناس ناحيه الـ 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 الاستثمار في الزراعه. والله الاستثمار في الزراعه بشكل عام، الناس اللي يعني معظم ما فيش ارض في الدنيا كلها سعرها اقل. تمام. يعني هم يتفائلوا ان سعر الارض بيزيد. هو طبيعي بيزيد. هو من كل واحد يرجع يشوف الفدان زمان كان بكام والنهارده بقى بكام. تمام. معايا حضرتك؟ تمام. ده واحد. اثنين، الاستثمار الزراعي اصبح قضيه ذات اولويه اولى عند الدوله المصريه. تمام. اللي عايز يستثمر بجد خلاف شركات الاستصلاح اللي زينا وانه يشارك معاهم بجد مشروع المليون ونصف المليون فدان. تمام. التسهيلات اللي بتقدمها شركه الريف قويه جدا جدا جدا. تمام. يعني الحاجه الثالثه، الحاجه الثالثه ان مشروع العيله استثمار للعيله وكل العيله. تمام. لان في شمل العيله نقدر كاتحاد ملاك في المشروع ان احنا نخلي الارض دي للزراعه، وكلنا لو حد فينا عايز يعمل انتاج حيواني لو احنا دول 300 فدان مع بعض برضو 300 فدان، لو احنا في 300 فدان خدهم مثلا 100 واحد او 50 واحد نقدر نعمل عنبر انتاج حيواني. تمام. لينا كلنا عنبر انتاج دجيني لينا كلنا، مشروع استزراع سمكي لينا كلنا، نقدر نعمل مثلا كل واحد يبني على يبني له شاليه 84 متر 2% ولا بيت صغير، نقدر نعمله كومباوند زراعي سكني كلنا مع حضرتك، نعمله مكان زراعه ريفيه. تمام. كل ده يقدر يطلعه من الاستثمار الزراعي. الاستثمار الزراعي او الفدان العيله فكره خارج الصندوق، احد اهم الحلول الغير تقليديه للاستفاده القصوى من الاراضي الصحراويه. تمام زي الفل. ماشي ماشي. احنا طبعا سعداء جدا بلقائنا معاك، ونشوفك تاني ان شاء الله، وننزل مره نصور بقى في الارض ونشوف الدنيا فيها ايه، ونعمل متابعه للمشروع اللي بيحصل فيه كمان على ارض الواقع، ونشوفك تاني ان شاء الله في حلقه قادمه، ونكمل مع الساده المشاهدين بقيه الافكار الخاصه بالاستثمار في مجال الزراعه. طبعا بنتقدم بالشكر للمهندس عادل زيدان رئيس مجلس اداره مجموعه شركات ايفرولاند، وهنا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم النهارده من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. الى ان نلقاكم الخميس القادم 9:00 مساء، نترككم في رعايه الله.